يا مساء الورد والفل والياسمين، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. خلصت الفرح والحمد لله تم على خير، وبشكر كل متابعيني وكل اصدقاء اليوتيوبر اللي هنوني بفرح ابن. النهارده جايبه لكم قصه فنان متميز جدا كلنا بنعشقه، انطوني كوين الشرق وشرير الشاشه المصري. جايبه لكم قصه حياه محمود المليجي. اتولد محمود حسين المليجي في 22 ديسمبر 1910 في حي المغربلين، هو حي شعبي قوي في القاهره، واصوله كانت من قريه مليج محافظه المنوفيه. ابوه كان تاجر كبير قوي للخيول والسيارات، وكان عايش في المنطقه الشعبيه دي فتره كبيره. وبعدها اتنقلوا للحلميه، وبعد ما حصل على الابتدائية اتنقل للمدرسة الخديوية عشان يكمل تعليمه الثانوي. وراح الخديوية دي لأنه مديرها لبيب الكرواني كان بيشجع الهوايات، وخصوصا هوايات التمثيل، ولأنه كان متعشم جدا أنه يبقى حاجة كبيرة في التمثيل، كان متميز جدا فعلا، وكان بيبقى الأول دايما في التمثيل. وتعرف هناك والتلمز على يد جورج أبيض وأحمد علام وكمان عزيز عيد اللي كان مثله الأعلى، وكان مدير المدرسة مخلي عزيز عيد وفتوح نشاطي وكمان أحمد علام وجورج أبيض، كل دول اللي بيدربوا فريق التمثيل بالمدرسة. وفي مرة المليجي بيحكي بيقول إن عزيز عيد اللي كان واخده قدوة له وكان بيحبه جدا كان يقول له: أنت ممثل ما تنفعش تبقى ممثل، أنت ممثل فاشل، أنت مش هتنفع تبقى ممثل. لدرجة ان هو كان بيقعد ورا شكرة كده يبكي من كلام عزيز عيد عليه. لكن صاحبه في مرة جه بيقول له: يا عم ده بيشكر فيك، بيشكر فيك جدا وفي تمثيلك. قال له: بجد؟ اتاري كان بيقول الكلام ده علشان بس ما يخترش في نفسه، وكان عارف عزيز عيد ان هو ممثل موهوب جدا. وفي مرة وهو بيمثل حضرت فاطمة رشدي وهنته جدا على تمثيله، وبقت فرحانة بيه جدا وقالت له: انت ليك مستقبل عظيم جدا. وبعد ما شاف الدور وهو بيمثل دور ميكلوبين في مسرحية الذهب، دعته ان هو يروح مسرحها وان هو يشتغل معاها باربعة جنيه في الشهر. وفعلا راح واشتغل، لكنه ما قدرش يوفق بين المدرسة وبين المسرح، فساب المدرسة خالص وعمل مع فاطمة رشدي 667 زيتون الكوميدي، ومثل كمان دور زياد في مسرحية مجنون ليلى. وكان أول ظهور ليه في السينما كان في فيلم الزواج سنة 1932. الفيلم ده كان من إنتاج فاطمة رشدي، لكنه فشل فشل ذريع. ولما الفيلم فشل قدم استقالته على طول دغري كده، وبعدها راح اشتغل ملقن في فرقة يوسف بيه وهب المسرحية. واختاروا بعد كده إبراهيم لاما المخرج في دور غريم قيس في فيلم سينمائي سنة 1939، وكان أول مرة يمثل دور شر ونجح الفيلم. وفي نفس العام اختاروا كمان عشان يعمل دور في فيلم وداد لأم كلثوم، يعني مثل كمان قدام أم كلثوم، فكان أحلى حاجة له، اتشهر بعدها جدا. ومن بعد دور الشر في قيس وليلى قعد 30 سنة يعمل أدوار الشر، وعمل مع فريد شوقي ثنائي ناجح جدا، دام اكتر من 400 فيلم كله كان ادوار شر اللي نجح فيها بتألق شديد جدا، اللي مثل فيها دور المجرم القوي العاشق رجل المباحث الباشا الفلاح والمحامي، حاجات كتير جدا مثلها فعلا ادت الى شهرته اكتر واكتر، وكل فيلم كان بيمتعنا فيه بادواره الجميلة. ولكن نقطة التحول الحقيقية كانت في 1970 في فيلم الأرض، لما اختاروا المخرج الكبير يوسف شاهين انه يعمل فيلم الأرض ودور محمد أبو سويلة، حقق نجاح ساحق. مين يقدر ينسى فينا فيلم الأرض وهو بيجر ايده وكل ايده مليانة دم؟ مشهد كان يتدرس، محدش كان يقدر يعمل غير نجمنا الكبير محمود المليجي دور محمد أبو سويلة. وعمل بعد كده مع يوسف شاهين الاختيار وعودة الابن الضال واسكندرية ليه وحدوتة مصرية والعصفور، وكل دي افلام عالمية. اتكلم عنه يوسف وهبي وقال انه بيمثل بتلقائية جديدة، وانه بيخاف جدا من نظرات عينه امام الكاميرا لانه بيختلف تماما ونظراته بتبقى مرعبة.
وله بصمات كمان في المسرح أيام ما كان بيعمل مع فاطمة رشدي، وبعدها عمل مع فرقة إسماعيل ياسين، وبعدها فرقة تحية كاريوكا، وبعدها فرقة المسرح الجديد، وقدم 20 مسرحية كان أهمها يوليوس قيصر حدث ذات يوم الولادة، ودور أبو الدهب في مسرحية أحمد شوقي، ودور كمان علي بيك الكبير. ودخل كمان مجال الإنتاج مساهمة منه في رفع مستوى الإنتاج ومحاربة الأفلام الساذجة، وقدم مجموعة من الأفلام الجميلة جدا زي الملاك الأبيض، الأم القاتلة، سوق السلاح، المغامر، وبكده كان بيقدم كمان وجوه جديدة للسينما. ومن الوجوه الجديدة اللي اكتشفها للسينما فريد شوقي وتحية كاريوكا ومحسن سرحان وحسن يوسف. أما عن حياة فناننا العظيم محمود المليجي، هو اتجوز 3 مرات. سنة 1939 اتجوز من الفنانة علوية جميل اللي كانت شخصيتها قوية جدا جدا جدا، وهو ما خلفش منها خالص ولا من غيرها، يعني هو اتجوز 3 مرات بس ما خلفش، لم ينجب. لكن الفنانة علوية جميل كانت متجوزة، هي عمرها 13 سنة في الحلقة اللي أنا عملتها، لو عايزين تعرفوا كل التفاصيل هتلاقوه في فيديو علوية جميل. وكان بيخاف على زعلها جدا 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 وما كانش بيقدر يزعلها. علوية جميل كانت مخلفة 3 أطفال بس من جوازتها الأولى قبل محمود المليجي لما كانت متجوزة وهي عندها 13 سنة. أما الزوجة التانية كانت اسمها فوزية الأنصاري، هي كانت ممثلة مصرية من أصل لبناني وكانت بتشتغل معاه في فرقة إسماعيل ياسين، لكن الخبر اتعرف إن هو اتجوزها عرفي، فعلوية جميل تسكت؟ لا طبعا، راحت خليته يتصل بيها وهي اللي رمت عليها يمين الطلاق بنفسها، قالت لها انت طالق، وبالتلاتة طلقتها بالتلاتة. أما الجوازة التالتة والأخيرة فكانت عرفي من الفنانة سناء يونس، عانس السينما المصري، وما أعلنتش أبدا عن جوازهم إلا بعد أما توفت علوية جميل نفسها، ورفضت كمان تاخد كمان ورث من محمود المليجي، وقالت لا أنا لازم أوفي بوعدي معاه لآخر يوم في عمر، وفعلا ما أعلنتش خالص إنها كانت متجوزة إلا بعد موت علوية جميل. وفي 6 يونيو 1983 وكان بيحضر لآخر مشهد في فيلم أيوب، فيلم تلفزيوني اللي عملت بطولته أصالة الحكيم وعمر الشريف، جلس وقعد يشرب فنجان القهوة مع عمر الشريف وكان بيتكلم معاه ازاي بيصحى بدري وازاي بينظم يومه، وفجأة لقاه مال وبيشخر. عمر الشريف استغرب وقال له هو ده وقت تمثيل يا محمود؟ وفجأة اللوكيشن كله اتقلب بتاع التصوير ويصحوا فيه ما بيصحى. وفعلا كانت اللحظة الأخيرة، وتوفى في اليوم ده شرير السينما المصري أنتوني كوين الشرق، رحم الله محمود المليجي. لو وصلت لآخر الفيديو ما تنسانيش في اللايك والاشتراك بالقناة. باي باي.